بكم مجددا، اكيد نشره رياضيه جديده من قناه النادي الاهلي، وهنتكلم فيها على العديد والعديد من الامور، سواء على الساحه المحليه الرياضيه بالتحديد، وايضا الساحه العالميه، وبالتحديد ايضا اخبار او كل ما يخص نادينا الحبيب والعظيم دايما طبعا النادي الاهلي. اول خبر معايا وهو يخص مجلس اداره النادي الاهلي، وبكره ان شاء الله هيكون في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ورمز من رموز النادي الاهلي بكل تاكيد، والحديث خلال هذا الاجتماع عن العديد والعديد من الامور الخاصه بالنادي الاهلي في مختلف المجالات ومختلف الملفات المهمه بالنسبه للنادي، وهي طبعا الملفات الرياضيه بكل تاكيد، سواء ملف قطاع الكرة، ملف النشاط الرياضي، وأيضا حسم بعض الملفات الإنشائية الخاصة بالنادي الأهلي. وطبعا ده أكيد هيكون اجتماع مهم جدا بالنسبة لمجلس إدارة النادي، وعشان طبعا يحدد فيه ويحسم فيه العديد من الأمور اللي مستنيها طبعا بشكل كبير جدا جمهور النادي الأهلي خلال الفترات المقبلة، وممكن يكون في شيء يتم التطرق ليه للمدير الفني الجديد بالنادي الأهلي اللي لسه في تريث من قبل مجلس الإدارة وبالتحديد من قبل الكابتن محمود الخطيب اللي بيتولى هذا الملف طبعا بشكل كامل، وبيحدد من خلال هذا الملف ومن خلال الاختيارات المطروحة أمام مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة الكرة المدير الفني اللي ممكن يكون في الفترات المقبلة للنادي الأهلي. وأكيد نتمنى لهم كل التوفيق من خلال هذا الاجتماع، ويخرجوا بالنتائج المرجوة إن شاء الله واللي بترضي كل طموحات وجماهير النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. لكن خلينا لسه مستمرين نتكلم عن مجلس إدارة النادي الأهلي، والنهارده كان في اجتماع طبعا من الكابتن محمود الخطيب باللي تم تعيينهم خلال الأمس طبعا، و كل شيء خاص بالجهاز الفني والجهاز المعاون الخاص بالنادي الاهلي وبقطاع الكوره بشكل عام. يعني طبعا زي ما احنا عارفين امبارح تم تعيين كل من كابتن حسام غالي منسق قطاع الكوره وعضو اللجنه، عضو لجنه الكوره طبعا، وكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره، كابتن سامي قمصان مدرب الفريق اللي هيكون مساعد للمدير الفني وكابتن محمد يوسف، وايضا كابتن سمير عدلي المدير الاداري للفريق، وكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين اللي هيكون متواجد خلال الفترة المقبلة، وأيضا الاختيار الجيد جدا كابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب طبعا فريق 20 سنة بالنادي الأهلي. ده بجانب تواجد طبعا كابتن عادل القيعي، هيكون مستشار التعاقدات، وهيكون مدير التعاقدات كابتن محمد فضل طبعا احد الكوادر اللي هتكون مهمه جدا جدا بشكل كبير للنادي الاهلي خلال الفترات المقبله، واللي بيتميز بالثقافه الكبيره بالمناسبه كابتن محمد فضل وبالاخلاق العاليه، وده المطلوب بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفترات المقبله. ايضا متواجد كابتن خالد بيبو خلال الاجتماع النهارده، وهو مدير الاكاديميات وتم تعيينه مؤخرا طبعا من خلال القرارات اللي اصدرها مجلس اداره النادي الاهلي بالامس، وايضا عبد النبي او كابتن عبد النبي عاشور المدير الفني للاكاديميه، والاستاذه حنان الزيني مدير متابعه الترخيص واللوائح بالنادي الاهلي. اكيد النهارده كان الاجتماع من قبل كابتن محمود الخطيب ولجنه الكره اللي بتتمثل في كل من كابتن علاء عبد الصادق طبعا لجنه الكره برئاسه كابتن محمود الخطيب وعضويه كابتن علاء عبد الصادق وكابتن عبد العزيز عبد الشافي، ومؤخرا طبعا كابتن حسام غالي منسق قطاع الكره وعضو اللجنه. وكان اجتماع مهم جدا مع كل من تم تعيينهم خلال الامس للحديث اول حديث عن الفترات المقبلة وعن الاستراتيجية اللي هيكون من خلالها قطاع الكرة بشكل عام خلال الفترة المقبلة. وأكيد كان شيء جيد جدا، كان في ترحيب كبير جدا من كابتن محمود الخطيب بالأعضاء اللي كانوا موجودين خلال هذا الاجتماع، واتكلموا بشكل مفصل عن مستقبل كرة القدم الأهلاوية خلال الفترات المقبلة، خصوصا في ظل القلق الموجود بشكل ما عند جمهور النادي الأهلي بسبب النتائج اللي كانت متواجدة خلال الفترة السابقة. لكن أكيد الاجتماع كان مهم، وكان من خلال كمان بعض الكلام وبعض الحديث اللي طلع من خلاله كل عضو أو كل واحد من المتواجدين أو اللي تم تعيينهم مؤخرا، وكل واحد أكيد اتكلم على الاستراتيجية الخاصة برؤيته للفترة المقبلة، شايف الدنيا بالنسبة له تبقى ماشية ازاي داخل النادي الأهلي، وأيضا احتياجات
كل مدير خلال الفترة المقبلة عشان يظهر النادي الأهلي وبتحديد فريق الكرة بالنادي الأهلي بالشكل المرجو بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان، سواء في مصر أو في الدول العربية أو على الصعيد العالمي. فبالتالي طبعا تم الاستقرار على أن طبعا هتكون المنظومة الإعلامية داخل النادي الأهلي أو إدارة الإعلام اللي بتتمثل في الأستاذ جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي هي اللي هتكون مسؤولة عن الناحية الإعلامية الخاصة بفريق الكرة خلال الفترات المقبلة. أكيد نتمنى لهم كل التوفيق عشان النادي الأهلي أكيد يرجع للشكل المطلوب وكل ما ينتظر الجمهور الفريق خلال الفترات المقبلة، خصوصا أن احنا عندنا بطولات مهمة جدا ولعل أهمها هي بطولة دوري أبطال أفريقيا، واللي يعني رغم البداية اللي مش مناسبة بالنسبة لفريق النادي الأهلي وغير موفقة بالنسبة لفريق النادي الأهلي خلال المباريتين الاولين في بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي اكيد في امال كبيره جدا عند الجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي ولجنه الكوره ان شاء الله النادي الاهلي يكون بالشكل المطلوب خلال الفتره المقبله. لكن الخبر الثاني اللي هنتكلم عليه وهو الخاص بالكابتن محمد يوسف، واللي يمكن صرح النهارده بعد الاجتماع مع لجنه الكوره ان بطوله افريقيا التحدي الاكبر للاهلي في المرحله المقبله. طبعا تصريح موفق وجيد جدا من كابتن محمد يوسف، وهو الهدف الاساسي بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي هي بطوله دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي على مدار المواسم السابقه دايما كان بيحقق البطولات المختلفه، سواء بطوله الكاس، بطوله الدوري، بطوله السوبر المصري، لكن دايما جمهور النادي الاهلي مصمم ان البطوله رقم واحد بالنسبه له هي بطوله دوري ابطال افريقيا، وده الامل بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، خصوصا ان بعد فتره كبيره جدا النادي الاهلي ما قدرش يحقق هذه البطوله، تقريبا 5 سنين اخر مره النادي الاهلي فاز بالبطوله دي كان في 2013، وبالمناسبه كان تحت قياده الكابتن محمد يوسف، كان ساعتها المدير الفني للنادي الاهلي في هذا التوقيت. فبالتالي يمكن في الحسن ان شاء الله تواجد كابتن محمد يوسف خلال المرحله المقبله بالنسبه للنادي الاهلي في الجهاز الفني والجهاز المعاون للمدير الفني الاجنبي المنتظر اعلانه خلال الفترات القليله المقبله من قبل مجلس اداره النادي الاهلي. لكن خليني اقول لكم ان طبعا يعني في تساؤلات كتير جدا من بعض الجماهير، والبعض يمكن انتقد شويه او اتكلم على ان ازاي اداره النادي الاهلي يعين جهاز معاون قبل المدير الفني. ده شيء طبيعي وشيء منطقي جدا، خصوصا ان النادي الاهلي ملزم ببعض الاجراءات الاداريه خلال الفتره المقبله، فبالتالي لازم يكون متواجد جهاز فني معاون عشان يحقق هذه او يحدد هذه الاحتياجات وبعض القرارات الاداريه، وخصوصا معسكر النادي الاهلي المقرر يكون مع نهايه الشهر القادم وهو المعسكر الاعدادي بالنسبه للفريق، سواء قبل استئناف بطوله دوري ابطال افريقيا بعد انتهاء من مباراة كأس العالم، وأيضا العودة لممارسة بطولة الدوري العام سواء البطولات المحلية سواء الدوري العام كأس مصر وأيضا بطولة السوبر. فبالتالي ده كان شيء مهم ومطلوب جدا من الجهاز الفني او بالتحديد مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه الكره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، هو تعيين بعض الافراد اللي هيكونوا طبعا متواجدين خلال الفتره الجايه في الجهاز الفني للنادي الاهلي. لكن ممكن البعض يسال ليه ما تمش تعيين طبعا مدرب حراس مرمى او طبيب للفريق، وده بسبب ان في خيارات مطروحه امام لجنه الكره وامام الكابتن محمود الخطيب في 2 من المدربين الفنيين او 3 بشكل كبير جدا، هم 3 اسماء اللي هيتم اختيار ما بينهم المدير الفني القادم للنادي الاهلي. فبالتالي في مدير فني جاي معاه مدرب حراس مرمى وجاي معاه طبيب للفريق، وفي مدير فني اخر معهوش مدرب حراس مرمى وطبيب للفريق، فده هيتم تحديده من خلال الاستقرار على من هو المدير الفني القادم للنادي الاهلي. لو جه المدرب اللي هيكون معاه مدرب حراس مرمى وطبيب للفريق فخلاص كده يبقى الجهاز الفني بالكامل تم تعيينه، لكن لو المدرب الاخر اللي من خلال المفاوضات معاه زي ما هي ماشيه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي هيكون طبعا في متواجد مدرب حراس مرمى، وفي اسمين مطروحين طبعا ان هم يكونوا متواجدين، وايضا ممكن يكون متواجد طبيب الفريق خلال الفتره المقبله. كل ده هيتم تحديده خلال الفتره المقبله. لكن خلينا على طول نروح نشوف تقرير خاص بالكابتن محمد يوسف ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. محمد يوسف عاشق الأهلي الذي أعلن عمليا أنه لن يتردد في خدمة الكيان تحت أي ظرف وفي أي منصب. فرغم أن يوسف قد سبق له وتولى منصب المدير الفني للنادي الأهلي منذ عدة سنوات،
نجح خلالها في الفوز بالدوري وبآخر بطولة لدوري أبطال إفريقيا في دولاب المارد الأحمر عام 2013، إلا أن ذلك لم يجعله يتردد في تلبية نداء القلعة الحمراء بعد أن تم تكليفه من قبل لجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ليصبح مدربا عام وقائما بأعمال مدير الكرة في الجهاز الفني الجديد للأهلي. محمد يوسف يجمع بين العديد من الصفات التي جعلت لجنة الكرة تستقر عليه، من أهمها شخصيته القوية بجانب قدراته الفنية العالية، بالإضافة إلى أنه شخصية محبوبة من الجميع وقدرته على احتواء النجوم ليصبح الخيار الأنسب للجنة الكرة التي يرأسها محمود الخطيب وتضم في عضويتها عبد العزيز عبد الشافي وعلاء عبد الصادق. يحمل جو على عاتقه برفقة الجهاز الفني الجديد للأهلي المقرر الإعلان عنه بالكامل خلال الفترة المقبلة بعد حسم التعاقد مع مدرب أجنبي، إعادة فريق الكرة إلى منصات التتويج الإفريقية والتأهل مجددا لكأس العالم للأندية. هو الأمر الذي يحتاج لجهد كبير وعمل متواصل من أجل الوصول للهدف المنشود في نهاية المطاف، وهو الأمر الذي يدركه جو جيدا. محمد يوسف خليفتي، هكذا يرى مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للأهلي المدرب العام الجديد للمارد الأحمر منذ سنوات، حيث عمل يوسف مساعدا لجوزيه من قبل في 47 مباراة وللمدرب السابق حسام البدري في 85 مباراة. وبعد رحيل البدري إلى أهلي طرابلس الليبي تولى يوسف مسؤولية الرجل الأول، ونجح صاحب 47 عام في الحصول على آخر بطولة لدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإف وبينهما شارك الذي يحتاج فيه الأهلي مرحلة بناء جديدة يشهدها دولاب بطولات النادي وفريق الكرة. طبعا كابتن محمد يوسف مدرب عنده قدرات كبيره جدا، وخصوصا ان هو كان مدير فني للنادي الاهلي في فتره من الفترات، واكيد كان شيء جيد جدا تواجد هذا المدرب واسم بحجم الكابتن محمد يوسف كمدرب عام للنادي الاهلي. وفي الحقيقه النادي الاهلي بيمتاز بابنائه اللي بمستوى رائع جدا من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الخلقيه، وده شيء مهم جدا وبيبقى في الاساس او في اولويات اي قرارات من قبل مجلس اداره النادي الاهلي في التعيين داخل جدران القلعه الحمراء. لكن طبعا ابن اخر من ابناء النادي الاهلي واللي هيكون متواجد كمدرب مساعد هو الكابتن سامي قمصان. هنروح نشوف تقرير او لقاء مع الكابتن سامي قمصان ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. طبعا بشكر مجلس الاداره ولجنه الكوره على الاختيار دوت، وبتمنى ان شاء الله يكون عند حسن ظنهم بي يعني، وان شاء الله نقدم حاجه كويسه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره ان شاء الله، ونحقق طموحهم وطموحنا ان شاء الله لمزيد من بطولات النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي يفضل كبير ان شاء الله. النادي الاهلي كبير بكل امكانياته وقدراته ولاعيبته وجهازه. اتمنى ان شاء الله الفترة الجاية ان شاء الله تكون فترة جيدة لينا والنادي الاهلي. اتمنى اللعيبة ان شاء الله تكون بداية كويسة لينا، تقدر ان شاء الله تعمل تؤدي طموح النادي وطموحنا، وتحقق ان شاء الله بطولات النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ان جمهور النادي الاهلي يستحق اكبر من كده. اتمنى ان شاء الله ان احنا نساعدكم كل اللي جات النادي الاهلي من اول ما النادي الاهلي اتعمل، كان هدفها الوحيد اللي هو يساعد النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم اللي انا اعتقد اللي هو عنصر كبير جدا في نجاح النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نساعدهم اكتر، يكون عندهم ثقه فينا وفي اللعيبه وفي مجلس الاداره طبعا قبلنا، ان احنا ان شاء الله هنعمل اقصى حاجه مننا عشان ان شاء الله نرضي طموحكم وان شاء الله طموحنا، ودايما نساعدكم لان انتم تستاهلوا كده يعني. طبعا مدرب محترم جدا وقدير كابتن سامي قمصان، وخصوصا ان هو عنده نتائج رائعه حققها سواء مع قطاع الناشئين في النادي الاهلي او مؤخرا، وطبعا قيادته فريق حرس الحدود للصعود للدوري الممتاز، وده اكيد انجاز في حد ذاته. بالمناسبه هم كانوا مجددين له ان هو يكمل الموسم بشكل طبيعي مع فريق حرس الحدود الموسم الجديد في بطوله الدوري الممتاز، لكن طبعا استدعاء النادي الاهلي لهذا المدرب القدير والمحترم، واللي زي ما بقول لحضراتكم تحس انه في شبه من بعض كده ابناء النادي الاهلي
وهي السمة الأساسية وهي سمة الأخلاق بالنسبة للنادي الأهلي كرة مقبلة وتكون دي فوز باي بطوله يشارك فيها النادي الاهلي. لكن بصراحه كلنا بنتمنى السنه دي ان شاء الله بطوله دوري ابطال افريقيا حتى لو البدايه مش بالشكل المطلوب. النادي الاهلي قادر انه يعوض. هنروح ايضا لتقرير اخر مع الكابتن فتحي مبروك واللي تم تعيينه مدير لقطاع الناشئين واعتقد تعيينه كان في محله. لكن خلينا في البدايه نروح نشوف اللقاء ده مع الكابتن فتحي مبروك ونرجع مره ثانيه. أنا بشكر اللجنة وبشكر كل الناس اللي جات النهاردة بشكرهم لأن طبعا كل القضاء النية النهاردة أولا مبادئ النادي الأهلي وقيم النادي الأهلي وحب الناس كلها الأجهزة اللي شغالة تبقى تحت شعار واحد وهو خدمة النادي الأهلي إن شاء الله وبناء كوادر جديدة للنادي الأهلي تتحمل المسؤولية فيما بعد إن شاء الله. فهي الجلسة كانت كلها كده كل واحد يبقى عارف التزاماته وكل واحد يبقى عارف شغله إيه وكل واحد يبقى في إطار وفي رواز شغله وفي الآخر خالص بتصب في مصلحة النادي بالتعاون بين الأجهزة كلها بحيث إن إحنا زي ما قلت لك يبقى مصلحة واحدة وهي مصلحة النادي الأهلي. هدف عندي أرقى من أنا يعني شخصيا بقول الهدف ان انا اخرج لعيبه للدرجه الاولى واخرج لعيبه تلعب درجه اولى وليها سمات شخصيه وسمات فنيه تلعب في الدرجه الاولى للنادي الاهلي ده هدف عندي ارقى من البطوله في حد ذاتها يعني ارقى من بطوله ان انا اخد بطوله لا الهدف لان زي ما قلت لك اللعيبه دي كل ما بتطلع يبقى النادي الاهلي فعلا تحس ان عنده قطاع ناشئين قوي قطاع ناشئين بيثمر عن المجهودات اللي بتتعمل من خلال الاجهزه الفنيه والمدربين ان بيطلع لعيبه تستحق ان هي تلعب في النادي الاهلي. لازم يبقى في تنسيق ودي طول عمرها ماشيه في النادي الاهلي وطول عمر القنوات دي ماشيه في النادي الاهلي ان يبقى في تنسيق دائما بين قطاع الناشئين وفريق الدرجه الاولى على اساس هو حتى احتياجاته. يمكن النهارده يجي الكابتن محمد يقول انا محتاج عايز اشوف ولد في المركز الفلاني انا بقى ايد لك بحط لك ده فنيا كويس وبيشوفه. فعمليه التنسيق دي عمليه قائمه بذاتها ما فيش قلق يعني ان شاء الله. كابتن عمرو بن مجد بشكره وبشكر كل الناس اللي كانت بتشتغل وهي مساله دائما بيبقى فيها تغيير ودي سنه الحياه ولكن احنا لو في اي حاجه ان شاء الله من خلال التقارير اللي مكتوبه يعني انا لسه الكلام ده سابق لو انا من خلال التقارير الموجوده كل السلبيات وكل الحاجات اللي كانت موجوده في قطاع الناشئين نقدر ان شاء الله نعالجها بايجابيات وايجابيات مثمره لمصلحه النادي الاهلي وقطاع الناشئين في النادي الاهلي. ما اقدرش النادي الاهلي بالذات ما اقدرش ان انا ارفض طلب النادي الاهلي في اي موقع وانا بقول الكلام ده بقوله علانيه في اي موقع النادي الاهلي يحتاجني فيه انا تحت امر النادي الاهلي. ان انا ولدت في النادي الاهلي وابن النادي الاهلي ومتربي في النادي الاهلي ومتواجد يوميا في النادي الاهلي اكتر منكم يعني. لجنه الكره زي ما قلت لها حريه الاختيار ولها حريه ايضا انتقاء العناصر اللي هي بتشوف ان هي ممكن تتولى فرقه الشباب وكابتن عادل عبد الرحمن كان ليه برضه يمكن برضه اشتغل في النادي الاهلي كتير في قطاع الشباب واشتغل في فترات كبيره درجه اولى فعنده خبره ان هو فرقه الشباب دي ان شاء الله فرقه تبقى كويسه وفرقه مميزه على مستوى اللاعبين وعلى مستوى البطولات ان شاء الله. انا بقول لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله دائما في ظهرنا ودائما ان شاء الله بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى ان النغمه بتاع قطاع الناشئين ما بيطلعش لا ان شاء الله هنطلع لعيبه للدرجه الاولى ان شاء الله يعني. طبعا يعني كابتن فتحي مبروك من المدربين اللي هم يعني رجال المهام الصعبه في النادي الاهلي اي مكان بيتم طلب فيه كابتن فتحي مبروك ان هو يكون متواجد داخل جدران النادي الاهلي سواء بقى مدرب عام مدير فني ليه تاريخ كبير جدا مع الفريق وقدر انه يحقق بالمناسبه بطولات مع النادي الاهلي وقدر ان هو يحقق نتائج جيده جدا فبالتالي كابتن فتحي مبروك من المدربين اللي لهم اسماء كبيره جدا بالمناسبه كمان سواء على صعيد المنتخبات الوطنيه او طبعا صعيد فرق النادي الاهلي وهو مدرب قدير واكيد هيكون في طفره ان شاء الله لقطاع الناشئين النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. لكن النغمه اللي هو بيقول عليها كابتن فتحي مبروك وهو نغمه ان ما فيش ابناء من النادي الاهلي بيكونوا متواجدين في الفريق الاول ودي في الحقيقه نغمه هو قصده ان هو يعني عايز يقول للناس لا ان في ابناء من النادي الاهلي بيطلعوا بيبقوا متواجدين مع الفريق دايما. لو احنا بصينا دلوقتي على فريق النادي الاهلي العديد والعديد من النجوم الاساسيين في ال11 لعيب اللي جوه الملعب
كتير جدا منهم من ابناء النادي الاهلي، وابناء النادي الاهلي ايضا متواجدين في الخارج، سواء تريزيجيه، رمضان صبحي بيتالقوا بيادوا مستويات اكثر من رائعه، بالتحديد طبعا تريزيجيه، وزي ما قلت لكم طبعا الفريق الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي يعني اعتقد 70% على الاقل من فريق الاساسي او القوام الاساسي النادي الاهلي كلهم من ابناء النادي، وهم اكيد بيبقى عندهم يعني زي حافز كبير جدا لخدمه النادي الاهلي دائما، وهو ده اللي اتربوا عليه خلال قطاع الناشئين وفرق الناشئين المختلفه اللي تدربوا فيها. فاكيد ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للكابتن فتحي مبروك خلال الفتره المقبله وقيادته لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. خلينا نروح نشوف تقرير صوتي للكابتن فتحي مبروك ونرجع مره ثانيه. فتحي مبروك، واحد من أهم وأشهر أبناء النادي الأهلي الذين تربوا بين جدرانه العريقة، كان مدربا للجيل الذهبي لمنتخب الفراعنة في مشاركتهم الثانية بكأس العالم التي أقيمت في إيطاليا عام 1990 بعد الفوز على الجزائر بهدف نظيف. فتحي مبروك، ابن الأهلي الذي عرف دوما بلقب المنقذ حين يكون النادي في أزمة، يظهر يتولى قيادة الفريق الأول حتى يكون مرسى السفينة لبر الأمان، ليتم من بعدها التعاقد مع مدرب آخر لا يغضب من ذلك، فهو يرى أن ذلك شهادة نجاح له. دخل فتحي مبروك أبواب النادي الأهلي ولم يتخطى حاجز 9 أعوام، بعدها أصبح أحد نجوم الفريق الأول حتى أعلن اعتزاله عام 1981. انتقل بعدها للعمل يب، تولى تدريب النادي الأهلي في مايو 2015 خلفا للمدير الفني الإسباني المقال خوان كارلوس غاريدو. تولى تدريب القلعة الحمراء في فترات عدة وأندية مصرية أخرى، كان مساعدا لمحمود الجهري فترة طويلة، اختارته لجنة الكرة ليكون مديرا لقطاع الناشئين منذ ساعات قليلة، ليكون مبروك المنقذ الذي سيبني جيلا جديدا للقلعة الحمراء. بما اننا بنتكلم عن ابناء النادي الاهلي والانجازات اللي دايما بيحققوها سواء على الصعيد المحلي او الصعيد العالمي، واكيد شيء جيد جدا وايجابي بالنسبه لابناء النادي الاهلي، فبالتالي في خبر مهم قوي وهو فوز عمرو جمال احد ابناء النادي الاهلي وانتاج قطاع ناشئين بالنادي الاهلي بجائزه افضل لاعب في كاس الرابطه بجنوب افريقيا. عمرو جمال من اللاعبين المميزين جدا ويمكن بيصادفوا سوء حظ خلال الفترات السابقه منذ احترافه، هو يمكن راح في البدايه لفريق بيدفست الجنوب افريقي، بيدفست ويست الجنوب افريقي واحد الفرق المقدمه في جنوب افريقيا، ويمكن تالق معاهم لفتره معينه كده، لكن حصل بعض الخلافات ما بينه وما بين المدير الفني، فبالتالي قرر ان هو يطلع اعاره اخرى من خلال النادي الاهلي ايضا في احد الفرق الفنلنديه. لكن عمرو جمال النهارده او في هذه اللحظات او منذ حوالي 5 دقائق بالتحديد فاز بجائزه افضل لاعب في كاس رابطه المحترفين بجنوب افريقيا، وده انجاز جديد اضافي عمرو جمال لابناء النادي الاهلي، وفي الحقيقه هو احد اللاعبين المميزين عمرو جمال واللي حققوا بطولات عديده مع النادي الاهلي، ويمكن كان اخرها طبعا بطوله كاس مصر الموسم اللي فات، واللي قدر ان هو يحرز هدف كان مهم جدا وهو هدف التعادل امام فريق المصري، وكان الاهلي متاخر بهدف في الشوط الرابع الاضافي، لكن عمرو جمال احرز هدف مهم جدا للنادي الاهلي، وبعديه طبعا هدف احمد فتحي الرائع واللي قدر من خلاله النادي الاهلي ان يفوز ببطوله كاس مصر في هذا التوقيت. لاكيد نتمنى كل التوفيق لعمرو جمال، للاسف مش مقيمه منتخبنا الوطني استعدادا لكاس العالم، لكن شيء مبشر بالنسبه له ودافع معنوي بالنسبه له مهم جدا للفترات المقبله. اكيد نتمنى له كل التوفيق سواء مع فريقه الفنلندي او في حاله تعودته ان شاء الله للنادي الاهلي خلال الفتره المقبله، وده بالمناسبه هيكون على حسب احتياجات الجهاز الفني الجديد والمدير الفني الجديد للاعبين اللي هيكونوا متواجدين في النادي الاهلي الفتره الجايه، اكيد نتمنى له كل التوفيق. لكن نرجع لاخبارنا بقى، اخبار النادي الاهلي، ولسه مستمرين مع بعض التعيينات والمديرين الجدد اللي تم تعيينهم خلال الامس في النادي الاهلي. كابتن خالد بيبو مدير اكاديميات النادي الاهلي، ويمكن صرح تصريح النهارده قال نسعى لتحقيق طفره كبيره باكاديميات النادي الاهلي.
في الحقيقه يمكن البعض بيستهين شويه بجزئيه اكاديميات النادي الاهلي. اكاديميه النادي الاهلي مهمه جدا 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 بالنسبه للنادي، خصوصا الاكاديميه دي من خلالها ممكن النادي الاهلي يقدر يستكشف بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا نواه للفريق الاول بالنادي الاهلي، طبعا بمرورهم من خلال قطاع الناشئين. فبالتالي في تواصل وتنسيق جيد جدا ما بين اكاديميه النادي الاهلي وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي علشان يكونوا لاعبين مهمين بالنسبه للفريق في المستقبل القريب ان شاء الله. فبالتالي اكاديميه النادي الاهلي شيء مميز جدا يكون متواجد فيها الكابتن خالد بيبو. كابتن خالد بيبو من اللاعبين او من الشخصيات الجيده جدا، برضو بتكلم عن الناحيه الخلقيه، طبعا هو فنيا لعيب كبير جدا لكن يمكن البعض بيربطه بس مباراه 6-1، طبعا حقق انجاز كتير او انجاز كبير جدا في هذه المباراه وانجاز تاريخي ومحدش قدر يحققه خالص، ولا واعتقد من الصعب ان هو يحاول يحرز هدف 4 اهداف في مباراه القمه، وبالمناسبه كان في هدف خامس هيجيبه مع نهايه المباراه لكن الحكم ساعتها صفر، لكن مش ده الانجاز الوحيد للكابتن خالد بيبو. كابتن خالد بيبو قدر ان هو يفوز مع النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا عام 2001 طبعا تحت قياده الكابتن او مستر مانويل جوزيه المدير الفني في هذا التوقيت للنادي الاهلي، واللي حقق طبعا العديد والعديد الانجازات للنادي الاهلي، لكن قدر ان هو ويرجع هذه البطوله من خلال تالقه على مدار البطوله بشكل كامل خالد او كابتن خالد بيبو، ورجع بطوله دوري ابطال افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي. ايضا كان بالمناسبه النهائي كان امام فريق سان داونز الجنوب افريقي وقدر النادي الاهلي يفوز باللقب بحينها، وكان هدف كابتن سيد عبد الحفيظ في مباراه الذهاب، مباراه العوده قدر الكابتن خالد بيبو يحرز بعض الاهداف، وايضا قدر ان هو يفوز مع النادي الاهلي ببطوله السوبر الافريقي من خلال الفوز على فريق كايزر تشيفز في هذا التوقيت بنتيجه 4-1. فبالتالي كابتن خالد بيبو شخصيه جيده جدا، واعتقد الرجل المناسب في المكان المناسب، وهيدي اضافه كبيره جدا جدا لاكاديميات النادي الاهلي المختلفه الموجوده في بعض الاماكن المختلفه، وسواء في الكويت، وان شاء الله هيكون في ان شاء الله خلال الفترات المقبله بعض الاكاديميات للنادي الاهلي في القاره الافريقيه، وزي ما بيحصل في الدول الاوروبيه او الانديه الاوروبيه الكبيره بالتحديد. يعني في مثلا اكاديميه اياكس كيب تاون في جنوب افريقيا، ودي خاصه بفريق اياكس امستردام، ده اكاديميه مهمه جدا، وبعض الاكاديميات الاخرى بالنسبه لبعض الفرق الكبيره الاوروبيه في القاره الاوروبيه، وبيقدروا من خلالها ان هم يجيبوا بعض اللاعبين اللي يكونوا مميزين ويكونوا اضافه للفرق دي في افريقيا. وبنشوف لاعبين كتير بنفوجئ بيهم هم ما لعبوش في قاره افريقيا اصلا لكن بيبقوا متواجدين في فرق كبيره في البطولات الاوروبيه المختلفه. خلاص كله عارف الطريق دلوقتي، المواهب كلها في قاره افريقيا، وده شيء يمكن مميز جدا. فبالتالي من ضمن برضو الخطط اللي اكيد هيحطها كابتن خالد بيبو هو التوسع بالنسبه لاكاديميات النادي الاهلي في مختلف الاماكن ومختلف البلدان في الفترات المقبله. اكيد نتمنى له كل التوفيق كابتن خالد بيبو، ويمكن شكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي عن هذه الثقه اللي اداها له خلال الفتره المقبله عشان يكون متواجد مع النادي الاهلي وبالتحديد في اداره اكاديميات النادي الاهلي. جزئيه اخرى مهمه وموضوع مهم جدا، ولاعب انا شايفه هيكون او مش وجهه نظري او وجهه نظر جمهور النادي الاهلي ان هو هيكون مهم جدا لفريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه بشكل كبير، وهو اللاعب محمود الجزار. محمود الجزار يمكن ظهر بشكل جيد جدا خلال مباراه المصري رغم عدم مشاركته من ساعه ما وصل النادي الاهلي في شهر يناير الماضي، قعد يمكن 3-4 شهور ما بيشاركش خالص الاهلي، ما كانش لسه طبعا المباريات المتواصله بالنسبه للجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري في هذا التوقيت ما اديتش الفرصه لمحمود الجزار ان هو يشارك بشكل اساسي او حتى لبعض الدقائق مع النادي الاهلي. محمود الجزار يمكن صرح تصريح وقال: صبر ايوب، النصيحه الاهم والسر في تالقي، وشايف ان مباراه المصري رسمت طريقه ومساره طبعا الصحيح مع القلعه الحمراء، وان مثله الاعلى هو الكابتن وائل جمعه، طبعا الصخره الدفاعيه الكبيره واللاعب التاريخي بالنسبه للنادي الاهلي. فبالتالي محمود الجزار ده هيكون احد اللاعبين ان شاء الله المميزين. من خلال الناس شافته التعليقات كانت كتير جدا على محمود الجزار من خلال مباراه المصري، عمل مباراه جيده جدا جدا جدا، ادى اداء جيد جدا من خلال هذه المباراه. يمكن البعض كان متخوف من مشاركته اول مباراه امام فريق كبير زي فريق المصري البورسعيدي، فريق يمكن على مدار الموسم قدر ان هو يفوز بالمركز الثالث ويتاهل لبطوله الكونفدراليه الافريقيه، وكان بينافس على الصعود لدوري ابطال افريقيا مع فريق الاسماعيلي، لكن في النهايه فريق الاسماعيلي هو اللي تاهل. فبالتالي محمود الجزار ادى اداء جيد وستايل مدافع جيد، ستايل مدافع جيد، واعتقد ان هو ان شاء الله هيكون مبشر بشكل كبير جدا للنادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله مع المدير الفني الجديد، واللي اكيد هيكون اتفرج على المباراه المصري وبعض المباريات الاخرى بالنسبه للاعبي النادي الاهلي خلال الفترات السابقه. تحديد مباراه المصري بصراحه يمكن ظهر من خلالها عديد من اللاعبين اللي ان شاء الله هيكونوا ليهم تاثير وشكل جيد
جيد جدا مع النادي الاهلي الفتره الجايه، سواء احمد حمدي، محمود الجزار، محمد شريف ايضا لعب او عمل مباراه رائعه جدا امام المصري، اكرم توفيق. فبالتالي يعني اعتقد ان شاء الله النادي الاهلي عنده فرقه ثانيه، مش فرقه واحده بس، عنده فرقتين هيكونوا او هيسهلوا الامور شويه على المدير الفني الجديد والجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي، ان هو ان شاء الله يقدر يبني فريق، او مش يبني، النادي الاهلي بقول لكم عنده فرقتين، فبالتالي هيقدر ان هو يستقر على العناصر الاساسيه اللي هتشارك واللي هتحصد ان شاء الله المزيد والمزيد من البطولات للنادي الاهلي. اكيد محمود الجزار نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله خلال الفتره المقبله. نروح لخبر اخر ولسه مستمرين مع النادي الاهلي، ومشاركه الاهرام واصله وبرزنتيشن في جلسه فتح المظاريف الماليه لرعايه النادي الاهلي. حرصت مؤسسه الاهرام وايضا شركتي برزنتيشن وشركه صله على المشاركه في جلسه فتح المظاريف الخاصه برعايه النادي الاهلي التي جرت ظهر اليوم. الثلاث شركات او ثلاث مؤسسات كانوا متواجدين، سواء مؤسسه الاهرام وشركه برزنتيشن وشركه صله، وكلهم بيطمحوا ان هم يرعوا النادي الاهلي خلال الفتره المقبله، وخصوصا النادي الاهلي طبعا اكبر فريق في افريقيا ويمكن من اكبر الفرق في الشرق الاوسط، فبالتالي الكل بيسعى لرعايه هذا النادي، الاستفاده الكبيرة اللي بتكون من وراء هذا النادي، ونادي كبير بحجم النادي الأهلي وأكثر نادي تحقيقا للألقاب الأفريقية ونادي القرن في أفريقيا طبعا زي ما احنا. بالتالي أكيد كانوا كلهم متواجدين النهاردة، وهيتم تحديد جديدة فتح المظاريف المالية غدا إن شاء الله في الساعة 9 مساء، وإن شاء الله هيتم فيها الاستقرار على أشياء كثيرة تخص رعاية النادي الأهلي. إن شاء الله نتمنى تكون الرعاية مميزة ومبلغ يكون مميز بالنسبة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. هنروح طبعا لفاصل ونرجع نتكلم بالتفصيل بقى شوية عن منتخبنا الوطني واللي بيستعد لفترة مهمة وتاريخية بالنسبة لنا كلنا، يعني منتخب هيلعب في كأس العالم أخيرا بعد غياب 28 سنة، فأكيد استعدادات كل المصريين بيترقبوها، مش يعني ماشي احنا مستنيين بس مباراة كأس العالم، لا احنا الاستعدادات حتى بنترقبها، وأكيد هنتحدث كثيرا عن محمد صلاح وإصابته وآخر التطورات بالنسبة لإصابة محمد صلاح. هنروح لفاصل ونرجع نواصل تكلمنا عن منتخبنا المصري. الحديث اكيد هيكون كتير ومفصل على منتخبنا الوطني وبتحديد اصابه محمد صلاح، واللي يمكن ناس كتير جدا قلقانه، وانا كمان قلقان جدا على محمد صلاح، وهنتكلم بشكل مفصل اكتر. لكن خلينا نروح نشوف كلمه كابتن محمد يوسف النهارده بعد الاجتماع مع كابتن محمود الخطيب. طبعا يعني النهارده كان اول يوم الاجتماع، بحس ان احنا هيبقى في جلسه طبعا تنظيم الشغل، وطبعا بشكر لجنه الكوره ومجلس الاداره طبعا على يعني التكليف ده، وان شاء الله ان شاء الله نبقى عند حسن ظنهم. قعدنا النهارده طبعا حطينا خطوط عريضه وكده، ونتمنى ان شاء الله ان الشغل، احنا كلنا اولاد النادي الاهلي وكلنا عارفين مباراه الشغل في النادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله نبقى موفقين ان شاء الله. يعني جماهير الاهلي احنا دايما عند حسن ظنهم، وهم سبب من اسباب يعني مكانه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، فان شاء الله بنوعدهم بكل حاجه كويسه، وان شاء الله كل واحد يبذل اقصى ما في وسعه. كل التوفيق ان شاء الله للكابتن محمد يوسف في مهمته الجديده والصعبه بكل تاكيد. اي حد بيكون متواجد في الجهاز الفني للنادي الاهلي بتكون المهمه ثقيله وبيبقى عليه ضغوط كبيره جدا، خصوصا ان هو بيقود او بيساعد في قياده احد اكبر الفرق الافريقيه على الاطلاق، فاكيد نتمنى له كل التوفيق هو الجهاز الفني الجديد ان شاء الله للنادي الاهلي. لكن خلينا نتكلم في المهم وما يخص منتخبنا الوطني. طبعا محمد صلاح لاعب منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الانجليزي، واللي يمكن اصيب في مباراه ريال مدريد في نهائي الشامبيونز ليج واللي فاز فيها ريال مدريد بنتيجه 3-1، مباراه ما كانتش موفقه على الاطلاق بالنسبه لفريق ليفربول وجماهير ليفربول، وحتى جماهير ريال مدريد المصريه اللي اعتقد معظمهم كانوا بيشجعوا فريق ليفربول عشان خاطر محمد صلاح، لكن هو كان في اسبانيا طبعا او وصل اسبانيا خلاص عشان يواصل برنامجه العلاجي للاستعداد او لمحاوله لحقه ببطوله كاس العالم. لكن
الفيديو ده مهم جدا، وانا عايز اقف عند الفيديو ده شويه، لان طبعا المراسل الموجود في الفيديو ده دي احد القنوات الاسبانيه، واللي يمكن راحوا مخصوص عشان محمد صلاح. طبعا محمد صلاح بقى مهم جدا بالنسبه للعالم كله، ولاعيب من افضل لاعبي العالم طبعا في الوقت الحالي، فبالتالي اهتمام كبير بقى بمحمد صلاح، مش بس المصريين بس او العرب بس، لكن فعلا العالم كله بيهتم باخبار محمد صلاح. المراسل طبعا سالوا بعض الاسئله عن لحقه بكاس العالم، هيقدر يلحق كاس العالم ولا لا، طب الاصابه حجمها قد ايه، طب هو شايف ان راموس كان قاصد ان هو يصيبه أو حاجة، لكن محمد صلاح طبعا اكتفى أنه هو يبتسم بس وما يردش. لكن في حتة بس مهمة جدا في أول الفيديو، لو ينفع شادي تجيبها لي في أول الفيديو، هو بيعمل دماغه يعني، بص اللقطة الجاية دي، بص هو كان بيس أيوة امشي كمان سنة، لأن اللقطة دي مهمة جدا أيوة دي، هو كان بيساله على ايه، هو بيقول له اول سؤال خالص قال له هتلحق كاس العالم، وده طبيعي وبرافو عليه المراسل اكيد ان هو بيسال السؤال ده، ده السؤال الاهم. محمد صلاح يعني هز دماغه يمين وشمال، دي معناها ان هو لسه مش عارف. الرد بالنسبه لي مش مطمنش، يعني ما يطمنش بالنسبه لجمهور الكره المصريه. هو لو عارف ان هو هيلحق، او لو الاصابه فعلا من اسبوعين لثلاث اسابيع، كان ممكن يلحق على الاقل ثاني مباراه او ثالث مباراه، لكن الرد بتاع محمد صلاح ما يطمنش. لو سكت بس ما هزش دماغه كنت ممكن اطمن، لكن نتمنى في كل الاحوال ان محمد صلاح هو احد الاعمده الرئيسيه في منتخب مصر، وخطه المنتخب كلها زي ما احنا عارفين على محمد صلاح، فبالتالي اكيد نتمنى له كل التوفيق وكل السلامه، وان شاء الله يقدر يعني يخف من الاصابه دي ويلحق بطوله كاس العالم، وده كان حلم بالنسبه لنا كلنا مستنيينه، واكيد كان حلم محمد صلاح وهو حلم امه وبلد كلها وصول منتخب مصر، وكان عندنا طموحات كبيره جدا ممكن نصعد من خلال وبيقودوا اكيد سواريز وكافاني، هم احد هدافي اوروبا، بس مش هدافي الدوريات سواء الدوري الاسباني او الدوري الفرنسي، فبالتالي تواجد محمد صلاح ان شاء الله ويلحق هذه المباراه ان شاء الله هيكون مهم جدا منتخبنا الوطني، واكيد نتمنى له كل السلامه والتوفيق خلال المقبله، وريحه العلاج هتكون في اسبانيا. كده بيتكلموا بيقولوا ان محمد صلاح هيغيب شهرين، ده هيبان خلال ان شاء الله، وحاول اجيب لكم مداخله عشان نقرب من صوره اكتر من ايطاليا ومعسكر المنتخب، ونعرف اخر الاخبار والتطورات الخاصه بمنتخب مصر وكل الاستعدادات الخاصه لكاس العالم. اكيد ان شاء الله محمد صلاح يقدر يلحق منتخب مصر في كاس العالم، هو المؤكد انه هيكون متواجد في قائمه ال 23 لاعب، واللي هتعلن ان شاء الله بعد مباراه كولومبيا، وبالتحديد يوم 4 مباراه كولومبيا يوم 1 ان شاء الله في اول الشهر، وتحديد القائمه او 23 لاعب اللي هيسافروا مع منتخب لروسيا هيكون يوم 4 من نفس الشهر اللي هو الشهر القادم، فان شاء الله هو هيكون متواجد في القائمه، لكن لسه مش عارفين هيلحق اول ماتش، ممكن يبتدي من تاني ماتش، هيبتدي من تالت ماتش، كده كل ده هنعرفه خلال الايام المقبله، لكن كل تمنيات الشعب المصري ان شاء الله ان لعيب مهم جدا زي محمد صلاح يكون متاح بالنسبه لمستر هيكتور كوبر خلال مباريات المنتخب في كاس العالم. زي ما احنا بنتكلم عن منتخب مصر، فالمنتخب لسه بيواصل استعداداته في ايطاليا لمباراه كولومبيا، ومباراه كولومبيا مباراه مهمه جدا، خصوصا ان هي احدى المباريات اللي من خلالها بيستعد منتخب مصر لبطوله كاس العالم. منتخب كولومبيا منتخب كبير جدا وبيضم بعض العناصر الجيده جدا، سواء خامس رودريجيز طبعا لاعب ريال مدريد والمعار لبايرن ميونخ، كودراد وطبعا احد نجوم في فريق اليوفنتوس الايطالي، فمش دول بس، كمان في لعيبه كتير جدا متواجدين وكلهم محترفين في اوروبا وبيقدموا مستويات اكثر من رائعه في البطولات الاوروبيه او الدوريات الاوروبيه المختلفه، فبالتالي استعداد قوي واحتكاك قوي بالنسبه لمنتخب مصر قبل كاس العالم. لكن برضو ده هيخليني اتكلم شويه عن غياب برضو محمد صلاح، وهو طبعا زي ما احنا عارفين الاصابه ممكن او خلاص مؤكد مش هيشارك في المباراتين والديتين سواء امام كولومبيا او بلجيكا، لكن هل غياب محمد صلاح هياثر على الشكل التكتيكي اللي هيلعب بيه مستر هيكتور كوبر المباراتين دول، ولا هيكون في شكل ورؤيه ثانيه بالنسبه لمستر هيكتور كوبر؟ لكن انا اعتقادي الشخصي ان مستر هيكتور كوبر هيلعب بالشكل اللي اعتاد عليه منتخبنا الوطني واللي اعتادت عليه جمهور الكرة المصرية بشكل عام، ايا كان كلنا ورا الراجل، كلنا بنساند مستر هيكتور كوبر واختياراته ان شاء الله خلال الفترات المقبله للمنتخب المصري. لكن خلينا نقرب من الصوره اكتر ونعيش طبعا جمهور الكره المصريه اخر اخبار المنتخب المصري في ايطاليا، عشان كده معايا في هذه اللحظات الاعلامي وصديقي مصطفى طنطاوي اللي برحب بيه طبعا، وازيك يا مصطفى عامل ايه؟ زمير بسلم عليك وتحياتي ليك ولجمهورك الكريم. اخبارك ايه؟ كله تمام؟
والله الحمد لله رب العالمين. طمنا على المنتخب يا مصطفى، الامور يمكن الناس قلقانه هنا شويه، يعني خليني ابتدي بصراحه من اصابه محمد صلاح. محمد صلاح يمكن زي ما شفنا اتصاب في مباراه ريال مدريد وتدخل راموس العنيف على محمد صلاح واللي ادى لاصابته، لكن رغم تاكيدات البعثه عندكم ورغم تاكيدات الدكتور محمد ابو العيلة واتحاد الكره المصري ان محمد صلاح ان شاء الله ممكن يلحق كاس العالم وممكن يلحق حتى على الاقل من بدايه من المباراه الثانيه امام منتخب روسيا، عايزين بشكل اكبر محمد صلاح وحقيقه الاخبار اللي بتتداول خلال هذه اللحظات ان محمد صلاح الغياب هيكون اكتر من 3 اسابيع وممكن ما يلحقش خالص كاس العالم، فطمنا يا مصطفى قول لنا ايه الاخبار. هو لا صحه تماما طبعا يا استاذ امير للاشاعات اللي خرجت النهارده، مش عارف هي خرجت من مين، لكن كل اللي اعرفه ان الاخبار الطبيه الخاصه بلاعب منتخب مصر نجمنا الكبير محمد صلاح يا تتاخذ من المدير الفني ليفربول يا المدير يا الطبيب ليفربول يا طبيب المنتخب الوطني، لكن ما اعرفش مين صرح غير كده غير الاثنين وممكن حد يلتفت للتصريح. طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح لم يطرا اي تغيير في حالته، بدا العلاج النهارده في اسبانيا. الحمد لله رب العالمين، نفس التشخيص اللي اتشخص ونفس فتره العلاج ان شاء الله، ويمكن باذن الله رب العالمين تكون احسن، واضح من الفيديوهات اللي اتبعت لمحمد الصور. وباذن الله بكره هيكون عندنا رؤيه اشمل واوضح وادق وتطمنا اكتر في الزياره اللي هيقوم بها رئيس الاتحاد المهندس هاني ابو ريده مع الوفد المرافق ليه، اللي هيكون من بينهم الدكتور محمد ابو العيله طبيب الفريق، واللي هيطمن بشكل كبير يا استاذ امير على حاله نجمنا محمد صلاح وينقل الصوره كامله للمدير الفني عشان يعرف قراره اذا كان محمد صلاح ان شاء الله هيلحق المباراه الاولى امام اوروجواي او لا قدر الله هيلحق المباراه الثانيه. طيب مصطفى، يعني عايزين نتكلم عن اصابه محمد بالتفصيل، يعني قولها لنا بالتفصيل ونعيدها تاني على جمهور الكره المصريه عشان يبقى اكثر اطمئنانا قبل طبعا استعدادات او من خلال استعدادات منتخب مصر لبطوله كاس العالم. يمكن اقول لحضرتك هي كان كل الخوف ان تكون اصابه محمد صلاح خلع في الكتف، لكن بمجرد نزول محمد صلاح بعد الاصابه الاولى ما جات، لو حضرتك فاكر يا استاذ امير محمد صلاح نزل كام دقيقه وبعدين خرج قبل ما يقدرش يكمل المباراه. فالدكتور محمد ابو العيلة من لحظه سقوط محمد صلاح ولحظه نزوله مره ثانيه قال الحمد لله هو مش خالع في الكتف، لان لو كان خالع في الكتف فكانش محمد صلاح قدر ينزل الملعب مره ثانيه. فهو يعني التشخيص هو معقد شويه، لكن نقدر نختصره بانه هو جزع في اربطه داخليه في الكتف، الرباط الداخلي اللي بيربط ما بين الترقوه وما بين الايد تحت الكتف يعني على طول. ده توصيف برضه يعني ما اقدرش اقول ان انا متخصص قوي، لكن هو قاله لي الدكتور محمد ابو العلا توصيف معقد مش عارف انقله بصراحه، لكن ده التوصيف المبسط ليه ان هو جزع في اربطه الكتف. محمد الحمد لله رب العالمين روحه المعنويه واصراره وعزيمته، ده اللي انا كنت عايز اسالك عليه بصراحه، معنويا هو اخباره ايه يا استاذ مصطفى؟ يعني عايز اعرف حالته المعنويه، هل هو متفائل ان شاء الله ان هو هيقود منتخب مصر في كاس العالم ولا انت اكيد قريب جدا من الاحداث؟ جميع الاتصالات اللي جمعت محمد باي فرد من افراد البعثه، بزمايله اللاعبين، بالمدير الفني، بالجهاز الطبي، بالمهندس هاني ابو ريده، جميع الاتصالات بتاكد ان محمد عنده رغبه كبيره انه يشارك وعنده تفاؤل كبير بحالته، وان شاء الله رب العالمين. يمكن حتى شرح لي الدكتور محمد ابو العيلة شرح لي ان 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 في اجسام بتستقبل العلاج اكتر من اجسام تانية، يعني ممكن الفتره اللي بنقول عليها ان هي تاخد 3 اسابيع ممكن باذن الله تبقى 10 ايام، وان شاء الله رب العالمين تكون كده وتكون اقل باذن الله. فبندعي ربنا ان شاء الله انه يبقى استجابته للعلاج سريعه، المجهود الكبير واختيار المركز الطبي اللي في اسبانيا عشان هو المتقدم، اكثر مكان في العالم متقدم في علاج هذا الجزء من الجسم. بنتمنى باذن الله رب العالمين محمد يستجيب للعلاج بشكل سريع ومكثف، وباذن الله رب العالمين يكون موجود مع المنتخب الوطني ويستكمل مع المعسكر ويحافظ. يمكن حتى كمان محمد كان طالب راحه سلبيه بعد مباراه نهائي دوري الابطال، والحمد لله خدها محمد، وان شاء الله تبقى فتره الراحه بس هو اللي يقضيها محمد ويرجع كمان يبقى كويس ويشارك في التمرينات قبل المباراه الاولى باذن الله. يا رب ان شاء الله كل التوفيق لمحمد صلاح ويلحق، وهو خصوصا احد الاعمده الاساسيه والمهمه جدا بالنسبه لشعب كامل زي كمان النهارده. اتفضل امير، اقول لحضرتك كمان النهارده على بشره خير، يعني نجمنا الكبير محمد النني اول مره يشارك في التدريبات الجماعيه كان في التمرين المسائي بالتقسيمه بكله يا استاذ مصطفى فندم، بالتقسيمه بكله شارك في التدريبات الجماعيه والتقسيمه كمان. شارك النهارده في التدريبات الجماعيه وفي التقسيمه، ومحمد كمان يعني انا كان
جون مخطط الاحمال الدكتور بدر امام والدكتور حسام الابراشي والدكتور محمد ابو العيله. حتى كنت اجتماع يعني حصل معاهم مقابله النهارده وسالتهم على حاله محمد وليه محمد ما بينزلش الملعب في التدريبات الجماعيه وفي التقسيم. فشرح لي جون ان محمد الحمد لله رب العالمين ان الفيتنس بتاعه في الاجهزه بيظهر اكبر من 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 اداؤه يعني في التمرينات بيظهر في الاجهزه الحديثه اللي المنتخب بيستخدمها دلوقتي. ده شيء مبشر جدا البدنيه بيظهر اعلى كمان من اللاعبين داخل الملعب في التقسيمه الجماعيه. فالحمد لله رب العالمين. والنهارده بطمن الجميع ان محمد النني نجمنا الكبير شارك النهارده في التمرين كامل لاول مره منذ انضمامه المعسكر. والحمد لله رب العالمين ما عندناش اي اصابات. الفريق كله مستعد استعداد رائع للمشاركه في المونديال. كل اللاعبين بيدوروا على فرصه. حضرتك عارف ان اخر ميعاد للقائمه عشان يتسلم هو 4/6 الجاي. فخلاص يعني بعد المباراه اللي جايه بعد مباراه كولومبيا مستر هيكتور كوبر وجهازه سواء الكابتن اسامه ناديه او كابتن حسام او كابتن محمود فايز او كابتن احمد ناجي هيكونوا قدام خيار بعد مباراه كولومبيا ان هم يقرروا مين اللي هيخرج من القائمه ومين اللي هيستمر في القائمه النهائيه اللي هنشارك بيها في المونديال. ففي مسؤوليه كبيره جدا في الفتره اللي جايه على كل لعيب انه يثبت نفسه في مكانه الجهاز الفني ويقنع الجهاز الفني بانه هو الاحق في المشاركه في القائمه النهائيه لنيل شرف المشاركه في كاس العالم. طيب استاذ مصطفى سؤال اخير وسريعا، عايزين نطمن بقى على الاستعدادات الخاصه بالمنتخب نفسه. خلاص اتكلمنا عن محمد صلاح واتكلمنا عن محمد النني نجوم كبار جدا بالنسبه للمنتخب وان شاء الله يكونوا متواجدين في كاس العالم. طمنا على محمد النني خلاص هيكون متواجد، لكن صلاح لسه ان شاء الله حسب تاكيداتك ان شاء الله يكون متواجد بشكل كبير ومن اول مباراه، ده الاهم. لكن عايزين نطمن على المنتخب والناحيه المعنويه والناحيه البدنيه والناحيه الفنيه بالنسبه للاعبي منتخب مصر متواجدين في المعسكر في ايطاليا يا استاذ مصطفى. والله اقدر اكد لحضرتك ان الحاله المعنويه ارتفعت جدا خاصه بعد الاخبار اللي جت بعد الاحباط طبعا اللي اصاب الجميع في البعثه والاخص اللاعبين باصابه محمد صلاح. فبعد التطمينات اللي جت الحمد لله حاله تفاؤل كبيره داخل المنتخب، ثقه كبيره عند العناصر الاساسيه في المنتخب، واضح على ادائهم في التدريبات. المكان حتى اللي اختار فيه الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه المهندس هاني بوريدا او شركه برزنتيشن اللي اختاروا المعسكر نفسه في مدينه بيرجامو كان اختيار موفق جدا. المهندس ايهاب لهيطة مع شركه برزنتيشن قاموا بجهد كبير عشان يختاروا المكان ده. الحقيقه مكان مجهز بكل ما يحتاجه معسكر كره قدم، بعيد عن الصخب بعيد عن الزحمه، الجمهور ما بيقدرش يوصل لمكان المعسكر التدريب، تركيز عالي جدا، جو جميل، الجو كرة جدا سواء في التدريب الصباحي او في التدريب المسائي. مستر هيكتور كوبر خلاص رفع معدلات الاحمال لان يكون في تدريبين في اليوم، فترتين تدريبيتين، واحده صباحا بتبدا في 11 صباحا والاخرى بتبقى وبتستمر لمده ساعه ونص ونص ساعه استشفاء، والاخرى بتبقى الساعه 7 مساء قبل الفطار. ده كله يا استاذ امير لان الفطار هنا في ايطاليا بيبقى الساعه 9 9 مساء. والفترة الثانية بتبدأ الساعة 7 برضو ساعة ونص بيتخللها تقسيمة في النهاية ثم ريكفري استشفاء لمدة نص ساعة. أقدر أطمن حضرتك إن كل اللاعبين بيأدوا بأعلى صورة ممكنة زي ما قلت لحضرتك علشان يحوزوا على ثقة الجهاز الفني ويتم اختيارهم لتشريف مصر وتمثيل منتخب مصر في نهائيات كأس العالم. تمام، كل التوفيق استاذ مصطفى، بشكرك شكرا جزيلا. استاذ مصطفى طنطاوي الناقد الرياضي الكبير طبعا والمعروف والمرافق لمنتخبنا الوطني في استعداداته في ايطاليا، اكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في المرحله المهمه المقبله جدا او المرحله المقبله المهمه جدا بالنسبه لمنتخب مصر واستعدادات لبطوله كاس العالم بعد غياب كبير جدا وتواجد المنتخب المصري. خليني اخذ معاكم بعض الاخبار السريعه الخاصه ايضا بمنتخب مصر، هو تواجد كابتن حازم امام طبعا كابتن الكبير طبعا ورئيس بعثة المنتخب الوطني في إيطاليا وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، واللي هيلحق بالبعثة إن شاء الله غدا في إيطاليا عشان يكون متواجد ومرافق للبعثة ومباراة كولومبيا إن شاء الله. وخلاص تم اختيار طاقم إيطالي لمباراة كولومبيا، الاتحاد الإيطالي اختار طاقم يكون الحكم المتواجد في مباراة كولومبيا بقيادة الحكم باولو ماسوليني. أكيد دي كانت كل أخبارنا الخاصة بالمنتخب الوطني، وقبلها طبعا كل الأخبار
الصور الخاصة بنادينا الحبيب النادي الأهلي. نتمنى كل التوفيق سواء للنادي الأهلي إن شاء الله في المراحل المختلفة القادمة، ولكل جمهور النادي الأهلي عنده أمال كبيرة جدا في تحقيق الأمال المرجوة من جمهور النادي الأهلي من قبل الإدارة أيضا والفريق خلال الفترة المقبلة. وأيضا نتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري في مشواره واستعداداته لبطولة كأس العالم. دي كانت أخبارنا النهاردة، وإن شاء الله إلى لقاء آخر وأخبار جديدة تخص كل النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي خلال الفترات المقبلة. تصبحوا على خير.